ما حصل في مشارف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمس، بل وهذه الليلة أيضا التي هي ليلة السنة الميلادية أو الإدارية، سموها كما شئتم، حيث استقدم إلى مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ثلة من المطربين والفنانين، استضيفوا ضيافة رسمية، وذهب بهم إلى مدائن صالح إلى ديار ثمود ليلتقطوا الصور، وينطق أحدهم ليقول إنه الآن في زيارة قبور الصالحين. لا أدري بأي عقل يتكلم هذا الإنسان. يستقدم أولئك إلى مشارف المدينة، إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقيموا هذا الحفل. قل نكذب، نمدك الفيديو إذا حبيت. أين غيرتكم أيها المسلمون على مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي قال كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، قال: المدينة حرم بين عير إلى ثور، جبلين من جبال المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأي حدث أعظم من هذا الحدث، حينما تقام حفلة غنائية ترتفع فيها صوت هذه المطربة ماجد الرومي. نسأل هؤلاء، هل هؤلاء المطربون هل هم من أهل الإسلام أم أنهم من النصارى؟ نسأل: هل ضاقت عليكم جزيرة العرب حتى تقيموا هذه الحفلة في مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل ضاق عليكم الربع الخالي يا عربان الجزيرة حتى تقيموا هذه الحفلة عند مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومدفنه ومدفن أصحابه الكرام في هذه الأرض الطاهرة، في هذه الأرض المقدسة، في هذه الأرض التي ابتلت بدماء الصحابة الأطهار الأبرار لتكون أرضا للتوحيد ومنطلقا للرسالة؟ ضاقت عليكم الأرض، ضاقت عليكم جزيرة العرب، لكنكم تقصدون استفزاز مليار ونصف من المسلمين. وأول المستفزين من هم؟ هم سكان تلك البلاد المباركة مع الأسف، الذين لم يهمسوا بكلمة، لأنهم إلى الآن مخدرين، لأنهم إلى الآن مبتلون بشيوخ الضلال الذين يقولون لهم: نقر المنكر لدفع ما هو أنكر. ونحن جميعا المسلمون معنيون بمدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام. تلك البلاد بلاد طاهرة، لها من الخصوصيات ما ليس لغيرها. لو قيمت هذه الحفلة في أرض بعيدة بعيدة عن قدسية تلك البقاع الطاهرة التي هي مهوى أفئدة المؤمنين، والله قد نقول يعني فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لكن تقصدون بالذات هذا المكان لتبطلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم، وقد استعجلتم عذاب الله وهو نازل إن لم تتوبوا وتؤوبوا إلى ربكم.